السلام عليكم ورحمة الله، معكم مستر محمد. إن شاء الله يا شباب دي أول وحدة إن شاء الله لسنة تانية ثانوي. طبعا بعد طول انتظار هنبدأ في شرح منهج الإنجليزي ليونت 1 في سنة تانية ثانوي. قبل ما نبدأ مع بعض كده إن شاء الله، ياريت تدعمونا بلايك عشان القناة تستمر ونقدر نفيد كل زمايلكم بإذن الله. هنشوف كده مع بعض الوحدة بتتكلم عن ايه. طبعا انا حاولت ان انا اجمع شوية كلمات و idioms وشوية propositions لغاية ما طبعا ينزل لنا كتاب، فان شاء الله هنشوفهم كده مع بعض ونبدأ في المنهج بتاعنا. اول حاجة عندنا العنوان بتاع الوحدة طبعا staying healthy. طبعا staying healthy ان انا ابقى بصحة جيدة، فنبدأ كده مع بعض الأول ونشوف كلمة health اللي هي الإيه؟ الصحة. هتلاقي في كلمات كتير أنت واخدها قبل كده. كلمة health تساوي كلمة اسمها wellness. حتى ما أقول لك I am well، أنا بصحة جيدة، أو fitness عندي لياقة كويس جسمي حلو. عكسها طبعا illness أو sickness، جاي من كلمة ill أو كلمة sick مريض. طيب ال adjective منها تبقى healthy. في بقى شباب ساعات بيجي في الامتحان ترجمة اللي هي مشاكل صحية، فالناس بتكتبها healthy problems، هي غلط طبعا، اسمها health problems، بكتبها health وليست healthy. كلمة مهمة جدا بتيجي في الترجمة. طبعا كلمة stay يا شباب تمشي verb وتمشي noun، الاتنين صح. وده كلمة stay healthy. وفي برضو كلمة stay calm ان انا ابقى هادئ، ودي هتقابلنا برضو في قلب الوحدة. ده مهم جدا، بيرفورم او دو فيرست ايد. فيرست ايد اللي هي الاسعافات الاولية، فيرست ايد بوكس صندوق الاسعافات الاولية. لما انا اجي اقدم او ادي اهي الاثنين مع بعض هم جايبينهم تحت بعض، اسعافات اولية ممكن اقول بيرفورم او دو فيرست ايد، او لو هعطيه بعض الاسعافات جيف فيرست ايد. يبقى الكلمة ديت من الكلمات المهمة في الدرس. عندي كلمة انجور، وده فيرب طبعا، وانجري وانجيرد. كلمة انجير كفيرب بتساوي كلمة هيرت، وفي فرق بين كلمة هيرت وهارت اتش اي اي ار تي اللي هو القلب، نخلي بالنا منها طبعا عشان الاختيارات. انجري اللي هي الإصابة، ولو حبينا نجمع طبعا بنشيل واو ونخليها اي اس اللي هي الإصابات. انجيرد اللي هي مصاب. كلمة ميك شور خدناها كده طبعا دي سهلة. كلوز تو دي كلمة مهمة جدا، كلمة كلوز أصلا معناها قريب، وكلوز معناها يغلق، فكلمة كلوز تو يعني قريب من، بتساوي كلمة نير يعني بالقرب. إيه؟ بالقرب من. عندي برضو كلمة سيم تو يبدو، ودي بيجي وراها فيرب في الانفينيتيف. شي سيمز تو بي انجري، هي يبدو عليها إن هي إيه؟ غضبان. فطبعا قلت تو بي فيرب في الانفينيتيف. برضو من الكلمات الحلوة اللي موجودة عندنا في القطعة severe بتساوي كلمة dangerous أو كلمة serious يعني خطير. طبعا severely على نحو خطير طبعا، و dangerously و seriously اللي هي الأدفيرب منها. كلمة awake أو awake يعني مستيقظ صاحي. call for help، وفي طبعا عندنا كلمة تانية اسمها ask for help، يطلب المساعدة، وهنا برضو يتصل من اجل الايه؟ المساعدة. برضو الكلمة اللي جاية دي جميلة جدا، كلمة بليد يعني ينزف، وبينزف دايما عادة بينزف دم اللي هي كلمة ايه؟ بلاد، نبقى عارفينها طبعا. ساين لافتة او اشارة او علامة. برضو الكلمات اللي جاية دي مهمة جدا، كلمة انفكت وانفكشن وانفكتد وانفكشوس. واحد هيبص كده تحت يلاقي اتنين صفات، هنقول دلوقتي ايه الفرق ما بينهم. كلمة انفكت ده الفيرب يعدي، انفكشن اللي هي العدوى، infected هنا معناها ملوث يعني الجرح ملوث، دي صفة برضه. لكن infectious يعني حاجة معدية، المرض ده معدي، يبقى كلمة ايه؟ infectious. كلمة reply اللي هو يستجيب او يرد بتساوي كلمة answer يرد، بتساوي كلمة سوري عكسها كلمة question يعني يسأل، او request او require، كل دول بمعنى يسأل او يستعلم. كلمة reply دي يا شباب ممكن تمشي ناون، ريبلاي يعني رد،
زي انسر يعني اجابه تمشي برضو، وكويستشن سؤال، وريكويست يعني طلب، لكن ريكوير هنا ده فيرب. طب شولدر معناها الكتف بتاعنا، برضو الكلمه دي جميله جدا، موجوده عندنا في قلب الوحده. رياكت يعني يستجيب، بتساوي ريسبوند برضو يستجيب، وبتاخد عاده تو. اجنور عكسها طبعا يتجاهل او سيز. رياكشن اللي هو النوم من كلمه رياكت، طبعا دي سهله، اللي هو رد الفعل يعني. كلمه بريز وبريث وبريزنج مهمه جدا. الفيرب بريز، وفي فرق ما بينه وبين كلمه يا شباب اسمها بريز، بي ار اي اي زد اي، اللي هو النسيم، برضو هنا السبيلنج. كلمه بريز هنا بتساوي كلمه انهيل، يستنشق الهواء يتنفس. بصوا يا شباب الكلمه دي برضو حلوه جدا، تيك اير ان يستنشق، تيك اير اوت اللي هو ايه يخرج الايه الهواء او يظفر. طبعا بتساوي كلمه اكس هيل، يبقى كلمه انهيل واكس هيل الاثنين عكس ايه عكس بعض. بريث اللي هو النفس اللي هو داخل وطالع، لكن بريزنج اللي هي عمليه الايه التنفس. برضه عندنا هنا كلمه مهمه جدا، كلمه ايمرجنسي سيرفيسز اللي هي خدمات الطوارئ. وكلمه ايمرجنسي يا شباب اللي هي الطوارئ، اللي هي كرايزس او كلاتش، عكسها طبعا الانسان يبقى قاعد في استقرار اللي هي اسمها ستابيليتي، ودي كلمه على فكره يا شباب بتيجي في الترجمه من الكلمات المهمه طبعا. برضه الكلمه دي جميله جدا ومهمه جدا، سي بي ار كارديو بالمري ريسوسيتيشن، اللي هي عمليه التنفس الصناعي، وبتاخد فيربين بيرفورم ودو، سي بي ار هما نفس الكلمه طبعا. لو انا احط حاجه في الوسط اسمها اون ذا سنتر، اون ذا سنتر، وساعات يا شباب سنتر ديت تي اي ار، في منها بريتش وفي منها امريكان. تشيست اللي هو الصدر بتاعنا، اون توب اوف، اون توب اوف يعني اعلى كذا. وفي يا شباب قبل كده برضو في حاجه انتوا خدتوها، ات ذا توب اوف وات ذا بوتوم اوف. بريس داون، كلمه بريس يعني يضغط، جاي منها كلمه بريجر الضغط، بي ار اي اي اس يو ار اي. بريس داون اللي هو يضغط لاسفل، وعكسها هنا هو ترايز اب، يسيبها ترتفع لاعلى، وهنشوفها في قلب ايه القطع مع بعض. الفيرب ده جميل جدا، هو والفيرب ده الاثنين هما واحد، بس الاو لازم يجي معاها تو، اهو فعل في الانفينيتيف. اي الاو هيم او احمد، طبعا تو الفيرب في الانفينيتيف. اي ليت هيم او اي ليت احمد سبيك، وبرضه بكمل الجمله بتاعتي. وان رايز اب عكس كلمه بريس ايه داون. في برضه عندي كلمه تكنيك، لو انا بعمل الشيء ده بتكنيك معين، اللي هي كلمه ميثود او كلمه سيستم، بنظام معين او بطريقه معينه. برضه الكلمات دي يا شباب مش موجوده عندي في قلب القطع، بس انا جبتها لانها مرتبطه بالدرس بتاعنا. اول كلمه كلمه هايجين. هايجين ديت يا شباب اللي هي النظافه الشخصيه. سانيتيشن النظافه العامه المجتمع يعني. ممكن احط كلمه كلينس مكان اي حاجه فيهم. برضه هنا عندي كلمه فولو هايجين رولز، يتبع قواعد النظافه الشخصيه. الكلام ده ساعات بيجي في الترجمه، رول ورول، انا جبته لكم برضه عشان يبقى الفرق ما بينهم واضح. رول قاعده، ورول معناها يحكم، ورولر الحاكم، ورول اللي هو الدور، كل واحد فينا له رول دور. قط ووند، قط اللي هو هنا معنى الجرح، لكن في قط طبعا يعني يقطع. برضه الكلمة دي جميلة جدا، بكتيريا ده بلورال على الرغم ان ما فيهاش اس، بكتيريوم السنجولر بتاعها، برضه كلمة مهمة جدا في الاختيارات. ديزيز طبعا اللي هو عن مرض زي الانفلونزا اند سو اون. برضه عندي الكلمة ديت مهمة جدا، كلمة اوبريت اللي هو يعمل عملية، وطبعا خدنا دول في اعدادي، دو اوبريشن اللي هو الدكتور اللي يعمل، هاف اوبريشن المريض هو اللي تعمل له عملية. سيرجن اللي هو الطبيب او الجراح. سيرجري اللي هي الجراحة، برضو كلمات مهمة. لاي لي لين اللي هو يركض، جميلة جدا، لاي داون يستلقي على الأرض. لاي لايد لايد معناها يكذب، في ناس بتلخبط ما بينهم على فكرة. ولي ليد ليد اللي هي تضع البيض أو يضع حاجة فوق الترابيزة أو أي شيء. ديت كده الكلمات اللي أنا طلعتها من قلب الوحدة، أو الشويه الزياده اللي انا جبتهم من ايه من عندي، وهنشوف مع بعض الدرس ونشوف بيتكلم عن ايه. زي ما احنا قلنا اسمه staying healthy، يعني انك تظل بصحه جيده.
طبعا انا جايب لي قبل ما نبدا الوحده بتاعتنا وات كان وي دو تو ستي سترونج اند هيلثي، المفروض نعمل ايه عشان نبقى بصحه جيده. طبعا في حاجات كتير جدا احنا ممكن نعمل قيسي على ستينج هيلثي. ممكن مثلا وي شود درينك ا لوت اوف ووتر، وي شود ايت فروتس اند فيجيتابلز، وي شود دو مور اكسرسايز اند سو اون. طبعا طلع انت بقى حاجات كتير والكلام ده طبعا المفروض يبقى في قلب الفصل امبيرز كل اتنين مع بعض. How can the other people help us to stay healthy؟ ازاي الناس بتساعدنا ان احنا نبقى بصحة جيدة؟ ممكن they give us advice، يدونا نصيحة about anything، عن اي شيء. لو جينا هنا بصينا كده على الفوكاب، هو مدين هنا في المربع الازرق اللي قدامك ده خمس كلمات، ودول طبعا هيسألهم مع بعض في قلب الكلمات. مثال مثلا نمبر 1، this word means the same as do an action، تعمل شيء اللي هي طبعا perform، يؤدي شيء. نمبر 2، a disease caused by a virus or bacteria، يبقى ده على طول اللي هو الايه؟ الانفكشن، العدوى. هنكتبها هنا كده. do something because someone else has been do، واحد عمل حاجه وانت هترد عليه، يبقى انت بتعمل ايه؟ react، اللي هو رد فعل. this word describes an illness، بتوصف مرض or injury that is very serious، لسه قلناها في قلب الكلمات، يبقى severe، حاجه صعبه او خطيره. a way of doing something with a skill، تعمل حاجه بمهاره اللي هو التكنيك طبعا. طيب طبعا الريدنج ده هو احنا قراه مع بعض دلوقتي، فمش محتاجين ان احنا ايه نقراه، هو مديك هنا شويه تعليمات هتعملهم، هم هنقراهم مع بعض دلوقتي تحت. هي طبعا بس انا عندي السي بي ار اهوت، انا كاتبها لك طبعا في قلب الكلمات. كارديو بالمري ريسسيتيشن، اللي هو زي ما انت شايف كده اللي هو التنفس الايه الصناعي. نشوف مع بعض كده القطعه. هاو تو بيرفورم فيرست ايد، احنا طبعا قايلين في قلب الكلمات بيرفورم فيرست ايد. اف you find an ill or injured person، لو انت وجدت شخص مريض او مصاب، you must check the area around him or her، يعني بص حواليك كده في المنطقه وشوف، او حواليه طبعا، first to make sure، عشان تتاكد if it isn't dangerous، اذا كان المكان ده خطير او لا. then move closer to، حاول تقرب من الشخص، and look carefully at them، حته مهمه جدا جدا يا شباب خليكم معايا، كلمه person هنا مفرد، فلما جه يتكلم عن at them ليه؟ لأن البيرسون ده ممكن يكون ولد أو بنت، فهنا مش عارفين، فبنحط مكانها الضمير جمع، حتة مهمة في الاختيارات. Do they seem to be very ill؟ ليه سألها لكم؟ هل هو بيبدو أو يبدو عليهم طبعًا إن هم مرضى؟ Do they have severe injuries؟ هل هم عندهم إصابات بالغة؟ If the person is awake، لو الشخص مستيقظ but not bleeding، مش بينزف، you have to ask them برضو تاني اهوت how they feel and what happened، اسالهم ايه اللي حصل، بيشعروا بايه. check their body for signs of injury or infection، بص كده شوف اي اصابه او اي عدوى موجوده. you don't have to touch the person's body to do this، مش شرط انك انت تلمس الشخص عشان تعرف ايه اللي موجود. if the person doesn't reply، لو الشخص ما استجابش معاك، touch their shoulder، برضو تاني اهو البيرسون وزير اهي، المس الكاتف بتاعهم or their foot او اقدامهم and shout to see if they react، وانده عليهم كده شوف هيعملوا react معاك تفاعل ولا لا، هيستجيبوا معاك ولا لا. and remember to check for normal breathing، حاول تشوف التنفس بتاعهم طبيعي ولا لا. number 4، if the person isn't breathing، لو هو ما بيتنفس، someone must call the emergency service immediately، حد يتصل بال emergency اللي هو حالة الطوارئ بسرعة. If you know how to perform اهي CPR، لو انت بتعرف تعمل تنفس صناعي، you have to do this to help the person start breathing again، حاول تعمل الكلام ده عشان الشخص يتنفس مرة ثانية. however مع ذلك you mustn't do CPR unless، إلا إذا، ما تعملش CPR ده إلا لما الشخص ده يكون lying، نايم على الباك اون افلات سيرفيس ساتش از ذا فلو. طبعا كلمه لاي دي يا شباب اصلها ال اي اي، لما بنيجي نحط اي ان جي بنشيل الاي اي ونحولها الى واي اي ان جي.
هي طبعا فيرب امر هنا، place your hand on the center، طبعا on the center اهوت of the person، تحط ايديك على وسط الصدر بتاع الشخص. put your other hand on the top زي ما انت شايف كده في الصوره of the first hand and lock the fingers، وشبك اصابعك مع بعضها. make sure تاكد that your shoulders are above your hands، خلي الكتف بتاعك او الكتفين بتوعك في مستوى الايه الايد يعني، بيبقوا في موازاه كده فوق بعضه. وطبعا الكلام ده احنا بنشوفناه كتير جدا في قلب الايه الافلام. you don't have to press down on the person's chest very much، ما تحاولش انك انت تضغط جامد على الصدر بتاع الشخص. only 5 to 6 centimeters يعني من 5 6 سم كده. keep your hands on the chest and allow it اهي allow it to rise up، خلي ايديك على الصدر وارفع وخلي ايديك وانزل بيها وهكذا يعني. You have to do this 100 to 120 times. وكلمة times هنا يا شباب اعمل الكلام ده من 100 ل 120 مرة، لكن لو كلمة time لا تجمع اللي هو الوقت في الدقيقة طبعا. Until the person start، لما او حتى الشخص يبدأ، وطبعا كلمة start بيجي ورا verb ing، breathing again التنفس مرة ثانية. مثال قطعة سهلة جميلة ما فيهاش أي حاجة. هو هنا بيعلمني how to perform first aid. طبعا هو بيديني الحاجات دي يا شباب عشان ابقى اعرفها في الحياه بتاعتي واستفاد بيها في الحياه بتاعتي. وزي ما قلنا انا ممكن هنا استخدم الكلام ده في ان انا اعمل بيها اي سي، او العنوان بتاع الوحده بتاعنا staying healthy ممكن اعمل بيه اي سي. هنشوف كده مع بعض الاسئله. نمبر 1 محلوله. What must you do first if you find someone who is ill or injured؟ لو انت لقيت شخص مريض او مصاب تعمل ايه؟ زي ما احنا شفنا فوق check the area around them، بص الاول شوف حواليه ايه اللي موجود في المنطقه. نمبر 2، وات كان يو تشيك وذاوت تاتشينج ذا بيرسون ذا بودي. اول حاجه هتعملها قبل ما تلمس الشخص المفروض انك انت تعمل ايه؟ هنبص فوق هنا كده. فين؟ If the person is awake but كذا you have to check them check their body injuries infection اهو. يبقى طبعا هنا بص كاتب لك ايه you don't have to touch، يبقى هنجي من هنا كده يبقى check هنفحص their body for signs of injury او كذا، هنعملهم عمليه فحص من غير ما نلمس الايه الجسم ايه بتاعه. ده نمبر ايه 2. نمبر 3، what do you have to do if the person doesn't reply to you، لو الشخص ما استجابش معاك بالنص ايه؟ يبقى هنلمس الكاتب بتاعه ونحاول نندى عليه ونشوفه هل هيستجيب ولا لا. يبقى تاتش واكمل الكلام بتاعي كله. ده رقم 3 3. نمبر 4، when must someone call the emergency service immediately، برضه مكتوبه هنا بالنص امتى اهي. لو الشخص ما بيتنفس يبقى if the person isn't breathing، يبقى ده رقم 4. نمبر 5، how can CPR help someone، ازاي السي بي ار تساعد الشخص. طبعا هنيجي هنا اهوت اهي it helps the person start breathing again، بتخليه يتنفس مره ثانيه. طبعا هجيب انا من عندي it helps، هزود الفيرب اس، يبقى ده رقم 5. نمبر 6، what do you have to check before you perform CPR، قبل ما تعمل السي بي ار المفروض تفحص ايه اهو، ان الشخص يكون نايم على الايه الارض. نشوف unless the person is lying on كذا، يبقى ده رقم 6. نمبر 7، what can you stop when can you stop performing CPR، امتى تتوقف عن السي بي ار، برضه مكتوبه عندنا هنا بالنص لما الشخص يبدا ايه يتنفس. when the person، طبعا نشيل الانترن ونقول when the person starts breathing again، ده رقم كام؟ 7. مثالي قطعه جميله وسهله ما فيهاش اي حاجه. نشوف كده مع بعض. طبعا اوريكم الكلام ده امبارح، ان ديت عباره عن فيديو المفروض طبعا حضرتك اشوف في قلب المدرسه، ربنا يسهل يعني اذا كان في مدرسه.
والمفروض الاولاد يتكلموا مع بعض عن اهميه انك انت تتفاعل بسرعه مع الشيء اللي قدامك. و why do you think it's important to follow the instructions؟ ليه المفروض انك انت تتبع التعليمات انك انت بتعمل السي بي ار؟ كان طبعا هيبقى موجود جوه الفيديو ده. برضو ازاي بتعمل جيف فيرست ايد اهوت، وازاي جيف ادفايس. هي على فكره يا شباب احنا واخدينها قبل كده، بان انا بستخدم الكلمات ديت وادي ادفايس. اي ثينك وي هاف تو ستي كالم، طبعا هي خدت هنا ستي كالم اهي، اند بي كيرفول، وابقى حريص. طبعا هناخد بعد كده قاعده هاف تو وماست وهاز تو والحاجات دي كلها. ممكن برضه استخدم وي شود عادي، تمشي مفيش مشكله. بكده يكون احنا خدنا الدرس الاولاني اللي هو ستينج هيلسي. يا رب يكون المنهج باذن الله يعني يكون سهل، وانا شايف كده ان هو سهل وجميل ومفيهوش اي حاجه. ويا رب يكون المحتوى عجبكم. اتمنى ان الناس تتفاعل معايا، وما ننساش طبعا نعمل لايك للفيديو علشان ينتشر، والناس اللي سمعتنا لو عجبها المحتوى وما كانتش مشتركه معانا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل او قول عشان يوصلهم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.